ما لا شك في ان الدكتور طه حسين الله يرحمه واحد من اهم اعمده التنوير في المنطقه بالكامل، بل هو واحد من اهم مفكرين العالم. الدكتور طه حسين لمن يقرا مؤلفاته مش الادبيه بقى بس، لا الادبيه دي حدوته تانيه، لكن المؤلفات الفكريه هتقدر فعلا تستوعب حجم طه حسين المهول كمفكر وكرجل تنوير حقيقي. طه حسين كان مستشرفا للمستقبل، لما تيجي تقعد تقرأ على سبيل المثال مستقبل الثقافة لا هتتخض، الشعر الجاهلي تتخض، حديث الأربعاء تتخض، تتخض من إنه إيه كم القدرة على فهم المجتمع، فهم الثقافة المصرية والثقافة العربية، فهم ما هو مترتب أو ما سوف يترتب عليه خلال أجيال. فلما لاقي أنه هيئة أصول الثقافة ووزارة الثقافة المصرية بطبيعة الحال يقولوا احنا هنطبع الأعمال الكاملة للدكتور طه حسين علشان تعرض في معرض الكتاب 2024، يبقى ده شيء عظيم جدا. ويا سلام سلم لما تبقى أسعارها برضو في المعقول. خلوني هنا أخذ معانا على التليفون دكتور عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لأصول الثقافة. أهلا أهلا يا دكتور. أهلا وسهلا أستاذ يوسف، عامل إيه؟ كله حلو الحمد لله. إزي حضرتك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله بخير. دي بشرة عظيمة جدا، طباعة الأعمال الكاملة للدكتور طه حسين وتطرح بإذن الله في معرض الكتاب القادم 2024. والله إن شاء الله بإذن الله إحنا بنحاول، إن شاء الله إحنا طه حسين طبعا إحنا مأوية ال 50 سنة على رحيل الأديب عميد الادب العربي الدكتور طه حسين، يعني دي ده حدث مهم طبعا. والدكتور نجيب الكيلاني وزير الثقافه بتولي له اهتمام كبير، يعني احنا عاملين شغل ان شاء الله طه حسين. اعمال طه حسين احنا عملنا منها جزء كبير، طبعا منه جزء كبير الفتره اللي فاتت، احنا شغالين على طه حسين بقى لنا فتره يعني يا استاذ يوسف. عملنا كذا كتاب، عملنا اكثر من 20 كتاب، وفي في المطبعه حاليا اكثر من 9 كتب، وان شاء الله احنا بنامل نوصل ان شاء الله باذن الله المجموعه الكامله بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله يعني ربنا هيوفقنا ونخلصها يعني. المجموعة الكاملة كلها، مش المجموعة الكاملة أدبيا، كل مؤلفات وأفكار الدكتور طه. المجموعة الكاملة اللي هم 47 كتاب. عظيم جدا. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله يعني إحنا بنحاول إن شاء الله، بس الوقت بإذن الله يعني أنا اتكلمت النهاردة مع إدارة النشر وخلصنا إن شاء الله بإذن الله، وربنا يسهل. إحنا بنحاول يعني بإذن الله بنأمل إن إحنا نخلصها كلها على المراحل القادمه. لا ده وقدود. طيب تفضل لي حته صغنطوطه كده، انا عارف ما بتحبهاش يا دكتور، الفلوس طبعاً. هتبقى سعر هيبقى سعر المؤلفات يعني في متناولنا ولا طبعاً. ايه؟ احنا 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 الهيئه العامه لاصول الثقافه والنشر بالذات عندنا من اهم انجازات الهيئه وقائم اساسي من عندنا. يمكن ارخص كتاب في جمهوريه مصر العربيه هو الكتاب اللي بتصدره الهيئه العامه لاصول الثقافه. الإصدارات اللي أصدرناها لطه حسين الفترة اللي فاتت ديت المجموعة كلها أسعارها تتراوح من 5 إلى 16 جنيه أكبر كتاب. يعني الـ الـ الأسعار بتاعتنا متفاوتة، وده على حسب الملزمة وعلى حسب حجم الكتاب. يمكن كتاب الأيام كان مطبوع الفترة اللي فاتت، كتاب الأيام كان 15 ب 15 جنيه، كان عبارة عن 540 صفحة. فإحنا أرخص كتاب وبجودة وتقنية ممتازة اللي هي كتاب الهيئه العامه لاصول الثقافه. فاحنا عندنا اسعارنا يمكن اقل اسعار تنافسيه في السوق، مش هتبقى موجود زيها يعني. يمكن الفتره اللي فاتت احنا بالتعاون مع الهيئه العامه للكتاب احنا عملنا معارض كثيره وجبنا الجمهوريه زي معرض بورسعيد ومعرض دمنهور ومعرض السويس. احنا كنا الاعمال اللي عملناها لطه حسين كانت بتنزل في المعرض بتاعنا وكانت بتلاقي اقبال شديد جدا جدا جدا. خلاص انا هبقى اول زبون يخش ياخد المجموعه كامله على بعضها ان شاء الله باذن الله. اشكرك يا دكتور، نرفع لكم القبعات زي ما يتقال. اشكرك جدا دكتور عمرو بسيوني رئيس الهيئه العامه لقصور الثقافه، طباعه ونشر المجموعه الكامله ان شاء الله كامله للدكتور طه حسين في ان شاء الله على معرض الكتاب القادم 2024. ثقافه